الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. أحبتي في الله، موضوع نشاطنا اليوم معنون كالآتي: جدد حياتك. كثير من أهل التخصص في ميدان التنمية البشرية وفي ميدان تطوير الذات البشرية تحدثوا بإطناب وبإسهاب في هذا الموضوع، فغاصوا في مفاصيله وتراتيبه وزواياه إلى أن وصلوا إلى نظريات وأفكار يخيل للقارئ أنها من أسطور الخيال. اليوم سوف نناقش بعض الجوانب التي من خلالها يمكن للعنصر البشري أن يطور ذاته للأحسن. وأود أن أقول بداية أنه كثيرا ما يحب الإنسان أن يبدأ صفحة جديدة في حياته، ولكنه يقرن هذه البداية المرغوبة بموعد مع الأقدار المجهولة، كتحسن في حالته أو موسم معين أو بداية عام جديد أو شهر جديد مثلا، وهذا كله وهم واضح بين. إذ أن مسألة تجديد الذات وتطويرها وتجديد حياة الإنسان بكل مفاصلها وقلبها رأسا عن عقب لا ترتبط بفترة زمنية أو بمكان محدد، وإنما ترتبط بذاتك أيها الإنسان، ترتبط بقرارك وبعزيمتك وبإرادتك ورغبتك في تغيير ذاتك. إذ أن تحسن الحالة مثلا المادية أو النفسية أو الاجتماعية للإنسان لا تستطيع ولا يمكن من خلالها أن نطور الذات البشرية مباشرة. لماذا؟ لأن في الإنسان طبيعة، وفي الطبيعة البشرية صفة وهي مسألة التسويف. أقول حينما أفعل كذا سأقوم بكذا، وحينما أصل إلى ذلك الأمر وإلى ذلك المبتغى أنظر شيئا ما بعيدا، أصبر قليلا حتى أحقق شيئا آخر، والوقت يمر، وبمرور الوقت تعطل مسألة التجديد، وفي نفس الوقت تبقى في الحالة التي لا تريدها والتي تريد تجديدها. يعني مسألة أن نربط تغيير حياتنا وأن نغير من حالنا على جميع المستويات: المستوى الفكري، المستوى الثقافي، المستوى الدراسي، المستوى العلمي، المستوى الروحي، المستوى الديني، المستوى العقائدي، المستوى السلوكي، تصرفاتنا مع الناس، يجب أن نقف وقفة تأمل، وقفة صادقة مع أنفسنا، وأن نحاسبها بهذا المصطلح ونأخذ المبادرة. أما أن نعلق أملنا بأوقات معينة أو بمناسبات معينة فذلك وهم بين واضح. ونتمم القول بأن تجديد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل النفس. الفكرة الثانية: ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين، وأن يرسل نظرات ناقية في جوانبها ليتعرف عيوبها وأفاقها، كي أحقق تجديدا في حياتي، كي أحقق تطويرا في طريقة تفكيري، في طريقة تصوري للأشياء، في طريقة تعاملي مع الواقع. يجب أن تكون المسألة أولا منظمة، وأن تكون هناك وقفات أو نظرات ناقلة من الحين إلى حين آخر لأتعرف العيوب. كي أطور ذاتي يجب أن نناقش المسألة مناقشة عقلية منطقية. ماذا أريد أن أغير في هذا الشخص محمد مثلا؟ ماذا أريد أن أغير في الشخص محمد مثلا؟ أنا لدي جوانب سيئة، أفكر في الطرق كيف أغير ذلك، ما هي الأساليب التي يمكنها أن تساعدني في التخلص من هذه الأمور. أن أحاسب نفسي مثلا في اليوم ماذا فعلت وكان إيجابيا وركز عليه ثم أطوره في اليوم المقبل، ما كان سلبيا أحاول أن أكتشف وأن أجد وأن أخلق الأساليب التي من خلالها يمكنني أن أتجنب ذلك.
فمن خلال هذه العقلية النقدية المنطقية يمكننا أن نطور الذات إلى الأخطر. النقطة الثالثة هو أو فحواها أن كل تأخير لإنفاذ منهج أو لإنفاذ منهج تجدد به حياتك، أي تأخير ويعني المماطلة في تنفيذ الطرق والوسائل التي من خلالها يمكن أن أجدد حياتي وأصلح بها أعمالي، لا يعني إلا الإطالة أو إطالة الفترة الكائبية التي تبغي الخلاص منها. يعني كثرة الأمل، كثرة المماطلة لا تؤدي إلى شيء واحد، هو أنك تبقى في الحالة التي لا تريدها.